أنواع جديدة مكتشفة تحت أعين العلم. إن عملية حصر وعد الأنواع والكائنات الحية المتواجدة على أرضنا ليس بالأمر الهين أو اليسير، وخاصة في ظل الاكتشافات المتلاحقة والمتزايدة للأنواع الجديدة. فقد كشفت التقارير الصادرة مؤخرا عن وجود 139 نوعا حيوانيا جديدا. لتعرفوا أكثر عن بعض هذه الأنواع، بماذا تمتاز وأين تم اكتشافها، تابعوا معنا هذا المقال. كشف تقرير صدر حديثا عن وجود 139 نوعا إحيائيا جديدا تم اكتشافها في إقليم ميكونج الأكبر، كمبوديا، لاوس، ميانمار، تايلاند والفيتنام. تشتمل هذه المجموعة الجديدة المكتشفة على 90 نوعا من النباتات و23 نوعا من الزواحف و16 نوعا من البرمائيات و9 أنواع من الأسماك ونوع واحد من الثدييات، وسنستعرض في مقالنا هذا بعضا منها. أولا، الخفاش ذو الأنياب الطويلة. يعتبر الحيوان الوحيد التابع للحيوانات الثدية ضمن هذه المجموعة ويدعى هيبسوجودوليشتون. وصفه الباحث تماس جريفول أحد المشاركين في تسمية الأنواع الجديدة معلقا على أسنانه: إنها واضحة جدا للعيان ويمكن ملاحظتها عند النظر إليها لأول مرة. ينحدر أصل الخفاش من 3 مناطق في الفيتنام. تساعده أسنانه في قدم الفريسة التي تمتلك درعا قاسيا يحميها، نفس تلك الدروع الكبيرة الحامية المتواجدة لدى الحشرات. يقول تومي غراي مدير المحافظة على الكائنات الحية في إقليم ميكونج الأكبر موجها كلامه لقناة ديسكفري الإخبارية: يرجح أن هناك المزيد من أنواع الخفافيش التي سيتم تسميتها، ويعود سبب ذلك التوقع للباحثين الآخرين الذين يقومون بالتحليل والمراجعة التي ستتطلب منهم بعد الوقت. كما أضاف غراي، هناك احتمال كبير أن تتعرض الخفافيش للانقراض بالرغم من محاولة تسميتها، فتغيير الأراضي الطبيعية الواقعة في جنوب شرق آسيا بشكل هائل بسبب التطور التنمية السريع يؤدي مع مرور الأيام إلى تضاؤل الأماكن التي تعتبر ملاذا آمنا للخفافيش. ثانيا، ثاني أطول حشرة في العالم بطولا يبلغ 21 بوصة فاصلة 3. اعتبرت هذه الحشرة العصوية العملاقة الجديدة كثاني أطول حشرة تم اكتشافها، حيث تأتي بالمرتبة الأولى حشرة عصوية أخرى تعيش في بورنيو بطولا يبلغ 22 بوصة فاصلة 3. وجدت أنثى هذه الحشرة العصوية وهي تتجول ليلا بالقرب من القرى وحقول الأرز في مدينة فيتنامية صغيرة اسمها تام داو. ثالثا، زهرة سحلبية سرية. تم اكتشاف نوعين جديدين من الزهرة السحلبية خلال دراسات تقييم السوق المختصة بالتجارة الغير المشروعة لنباتات الزينة البرية. لم يقم الباحث جايكوب فيليبس بنشر اكتشافه الجديد معلنا ذلك بخوفه من أن لفت النظر لها قد يعني خسارة الزهرة السحلبية. رابعا، ضفدع شائك متغير الألوان. التقط اثنان من طلاب رولي صورا لضفدع غير مسبوق يبدو وكأنه مغطى بواسطة ورق زجاجي. يقول رولي: بمجرد رؤيتي للمسامير على الجزء الخلفي من الذكر أدركت حينها أنه ضفدع مختلف عن أي ضفدع قد رأيته من قبل. وقد أطلق رولي فيما بعد تسمية الأشواك بدلا من المسامير. الضفادع البالغة هي مزيج مميز من اللوني الأصفر والوردي. اعتبر العلماء أن الذكور فقط من تقرر شريكها الزوجي بسبب وجود تلك الأشواك المخروطية الصغيرة، ويعتقد أنه كلما كان الضفدع شائكا أكثر كلما انجذبت نحوه الأنثى بشكل أكبر. خامسا، الدبور قابض الروح. يقوم هذا الدبور بسلب إرادة فريسته الحرة بواسطة لدغة واحدة قبل البدء في أكلها وهي على قيد الحياة. فقد أوضح أحد الباحثون أن هذا الدبور يصطاد الصراصير عن طريق حقنها بمادة سامة تحولها إلى زومبي عديمة الإرادة، فباللحظة التي يفقد بها الصرصور السيطرة يقوم الدبور عن طريق قرون الاستشارة باستدراج فريسته المخدرة إلى داخل وكر آمن ليلتهمها. سادسا، أفعى الذئب الخفية. هذه الأفعى مموهة بشكل جيد، تم اكتشافها في محمية حيوانات برية داخل كمبوديا. مثل جميع الأفاعي الذئبية فهي تمتلك أسنانا ضخمة في كلا الفكين، ولكنها غير سامة، تستخدمها في صيد الضفادع والسحالي الصغيرة أثناء الليل.
تساعدها ألوانها على الانسجام مع لحاء الأشجار والطحالب ضمن الغابة الجبلية. سابعاً، عفة الأميرة التايلاندية. هذا النوع والجنس الجديد من العف تمت تسميته تيمناً باسم الأميرة التايلاندية ماها شاكري سيراندهورين، الداعمة للمؤسسة تشيباناتا، وهي المؤسسة التي تمتلك الغابة التي وجدت بها هذه العثة. تعتبر هذه العثة عنصراً أساسياً في الشبكة الغذائية، لأنها تقوم بتحويل المواد النباتية إلى بروتين حيواني هام في طعام الحيوانات. ثامناً، المرجان المريش. إن الريش المكتشف على الشعب المرجانية بالقرب من جزيرة فوكيت التايلاندية هو في الحقيقة مجسمات ناعمة. لم يكن هذا الجنس من الشعب المرجانية معروف سابقا سوى في البحر الأحمر وغربي المحيط الهندي. تاسعاً، تمساح السمندل. يتربص التمساح الجديد المسمى بالسمندل داخل وحول بيرك تانوغي، وهي عاصمة ولاية شان في ميانمار. لسنوات طويلة لاحظ سكان هذه المنطقة هذا التمساح الصغير الذي يمثل السمندل، ومؤخراً قام العلماء بفحصه عن قرب ودراسته بعناية، وحددت التحاليل الوراثية لجنسه بأنه جديد. عاشراً، أبو بريس ذو الأصابع المطوية. يمتلك أبو بريس ذو الأصابع المطوية شهرة واسعة ومميزة بسبب أصابعه، فهو من الزواحف المعروفة علمياً والتي يصل عددها إلى 10,000 نوع. تم اكتشاف 16 نوعاً مذهلاً من أبو بريس ذو الأصابع المطوية خلال عام 2014 في إقليم ميكونج الأكبر، ليصل العدد الإجمالي من أبو بريث ذو الأصابع المطوية إلى 197 نوعاً. ويعتبر هذا الأمر مثيراً للملاحظة، لأنه لا يوجد جنس من أبو بريث آخر يحتوي بمجموعته على أكثر من 15 نوعاً.